قد تختلف أعراض سرطان الدم اعتماداً على نوعه، ولكن هناك بعض الأعراض الشائعة التي يجب الانتباه إليها، بما في ذلك فقدان الوزن غير المبرر. إليك 11 نوعاً من الأعراض المرتبطة بسرطان الدم. فقدان الوزن غير المبرر. يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المبرر أحد أعراض الإصابة بسرطان الدم، حيث يمكن للخلايا السرطانية ورد فعل الجسم تجاهها أن يغير عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويقلل من العضلات والدهون. ابحث عن فقدان الوزن الذي يبدو غير معتاد بناء على نظامك الغذائي الحالي وممارسة الرياضة. كدمات أو نزيف غير مبرر. يمكن أن يحدث هذا مع انخفاض مستوى الصفائح الدموية، ما يساعد على تجلط الدم. قد يكون لديك نزيف من أنفك أو لثتك، أو نزيف مطول من جرح، أو فترة غزيرة، أو دم في بولك أو برازك. في حالة نادرة جداً قد يحدث نزيف في المخ، ما قد يؤدي إلى ظهور أعراض عصبية. وقد تظهر أيضاً نمشات في بقاع دم حمراء صغيرة مرتفعة تحت الجلد، وغالباً ما تبدو على الساقين على البشرة الداكنة. يمكن أن تظهر أغمق من الجلد المحيط بها. كتل أو تورمات. يمكن أن تحدث هذه نتيجة لبناء غير طبيعي لخلايا الدم البيضاء في الغدد اللمفاوية، ومن المرجح أن تلاحظ هذه الأعراض في رقبتك أو إبطك أو فخذك، فهي عادة ما تكون آلاماً على الرغم من أن بعض الأشخاص يجدونها مؤلمة. وإذا كانت هناك كتل أو انتفاخات أخرى داخل جسمك مثل رئتيك، فقد يتسبب ذلك في الشعور بالألم أو عدم الراحة. ضيق في التنفس. يمكن أن يحدث هذا بسبب فقر الدم، وهو انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء. قد تتوقع ضيق التنفس حتى عندما تكون مستريحا، أو تشعر بالإغماء أو بالدوار، وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها. تعرق ليلي. إن الأشخاص الذين يعانون من سرطان الغدد الليمفاوية أو اللوكيميا قد يعانون من هذا، على الرغم من أن السبب غير معروف. عدوى متكررة أو شديدة. يمكن أن يحدث هذا بسبب انخفاض مستويات خلايا الدم البيضاء، وهي مهمة جداً لمكافحة العدوى. قد تتوقع عدوى مستمرة أو متكررة أو حادة، تشبه أعراض الإنفلونزا، وتقرحات في الفم لا تختفي. حمى منتظمة ومتكررة. يمكن أن يكون السبب هو انخفاض مستويات خلايا الدم البيضاء، وقد يحدث أن تصل درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أعلى، حتى لو لم تكن هناك أي علامات أخرى واضحة للعدوى. طفح جلدي غير مبرر أو حكة في الجلد. إن الطفح الجلدي يمكن أن يكون سببه انخفاض مستويات الصفائح الدموية. قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بسرطان الدم من الحكة، لكننا لا نفهم تماماً أسباب ذلك حتى الآن. وقد تلاحظ بقعاً حمراء صغيرة في الجلد أو طفحاً جلدياً أرجواني. ويمكن أن تكون الحكة عندما تحدث بسبب سرطان الغدد الليمفاوية، وقد تسبب إحساساً بالحرقان. ويمكن أن تظهر النمشات على الجلد الداكن أغمق من الجلد المحيط. ألم في عظامك أو مفاصلك أو بطنك. يمكن أن يحدث هذا بسبب تلف العظام وتراكم خلايا الدم غير الطبيعية في الطحال. كما يمكن أن تشعر بألم في عظامك الكبيرة مثل ظهرك أو ضلوعك أو ركبتك. وقد تشعر بالشبع بعد تناول كميات صغيرة فقط، وتشعر بعدم الراحة تحت ضلوعك على الجانب الأيسر، وتنتفخ أو تتورم. الشعور بالتعب. يمكن أن يحدث التعب نتيجة لفقر الدم. إن هذا قد يكون مصحوباً أيضاً بالشعور بالإغماء والصداع. بشرة شاحبة بشكل غير عادي. ويمكن أن يحدث هذا نتيجة لفقر الدم. وصلنا إلى نهاية الفيديو من قناة عدسة. لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك. نتمنى لكم الشفاء العاجل. شكرا لكم وإلى اللقاء.